مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وأولى فقراتنا الاقتصادية لهذا العام، ونتمنى إن شاء الله إن هي تكون سنة فيها خير والاقتصاد يزدهر في مصر ويحصل فيه تنمية اقتصادية وأي حاجة كنا بنتمنى تحقيقها في الاقتصاد في 2015 تتحقق في 2016. النهاردة مشرفنا في الاستوديو دكتور صفاء فارس عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي. صباح الخير دكتور صفاء، منورنا في نهارك سعيد. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا عايزين نبدأ بأهم الملفات الاقتصادية اللي هيبدأ استكمالها في 2016. أول حاجة كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. بداية سنة سعيدة على الاقتصاد المصري. أول حاجة من أهم الملفات الموجودة اللي هتبقى بإذن الله في انعقاد مجلس الشعب هو سن قوانين خاصة بالمستثمرين في البورصة المصرية. لحضرتك لو تابعتي في 2015 و2014 كانت في مشاكل جامده جدا في البورصه المصريه، عدم وجود قوانين تحكم اداء البورصه المصريه، لدرجه في كانت شركات كتير هيتم الاكتتاب في البورصه المصريه ولكن تم سحبها لعدم وجود استقرار في القواعد والافصاح والشفافيه. فدي ملفات هيتم تقديمها في مجلس الشعب ودي شيء ايجابي. من ضمن الملفات الاقتصاديه احنا عارفين ان البنك المركزي، محافظ البنك المركزي سابقا ما كانش بيهتم قوي بربط العلاقة ما بين السياسات النقدية والسياسات المالية، كان بيحس ان في فصل، ولكن دلوقتي مع دكتور طارق عامر ابتدى في مناقشة ان في مستشارين متخصصين في الاقتصاد المصري ومنهم الجزء البورصة، لان مش فاهمين معنى بورصة. البورصة هي أداة للتمويل، هم الاول فاكرين ان هي المورصة عبارة عن مضاربة بيع وشراء، مفيش أداة مفيش استثمار. ولكن دلوقتي الفكر ابتدى يقول ان البورصة المصرية انت عن طريق البورصة المصرية ممكن تكتتب في شركتك وتزودي راس مالك وبالتالي بتزيدي استثماراتك وبالتالي كمان بتقللي ايه درجه البطاله الموجوده في مصر. مظبوط. فعن طريق البورصه المصريه بالعكس انت بتعرفي البورصه المصريه الشركات الموجوده على مستوى العالم. يعني احنا عندنا في مصر حاجه اسمها اسهم الجي دي ار او شهادات الجي دي ار. ايه الشهادات دي؟ شهادات الجي دي ار دي بطريقه بسيطه جدا دي شركات مصريه موجوده في البورصه المصريه ولكن قويه ماليه، فبيتم طرحها او يتم تداولها في بورصه لندن عن طريق بنحط الاسهم دي في البنك الايداعي الدولي وبتحول لشهادات بتم تداولها في بورصه لندن. معنى كده ان انت بتوسعي القاعده، بتعرفي المستثمر الاجنبي ما هي الشركات المصريه وبالتالي ما بتحتاجي تمويل، بيقدروا يدوكي بيديكوا في حاجه. احنا عندنا من اول من السياسات او الملفات الموجوده مشكله الاحتياطي النقدي من الدولار من العمله الاجنبيه. صح. احنا السنه دي حصل فيه انخفاض شديد في الاحتياطي، ابتدى قيمه الدولار بقى 7.73 جنيه، الاول كانت 7.40 جنيه، فاصبحنا ان قيمه الجنيه بتقل. طب انا دلوقتي اما بعرف الناس بالشركات المصريه بورصه لندن اللي هي موجوده من زمان، معنى كده لو انت احتاجتي امال هتجيبي منين؟ من لندن. من لندن، معنى كده انت بتجيبي عمله صعبه، معنى كده هتعملي توازي ما بين العملات الاجنبيه والعمله المصريه. فبالتالي ابتدى الاول يعني كل واحد يتكلموا على البورصه المصريه يقول لك ما هي ايه اللي عباره عن بيع وشراء. طب انتوا فاهمين اداء البورصه المصريه؟ البورصه المصريه دي بتطرح فيها شركات، الشركات دي احنا عندنا في البورصه المصريه 18 قطعه. احنا البورصه المصريه مرآه. يعني ايه مرآه؟ بطريقه بسيطه جدا هي اللي بتعكس اداء الاقتصاد. لو البورصه ضعيفه او فيها تذبذبات يبقى الاقتصاد ضعيف. كويس. وده اللي حصل في 2013 و14 و15، مع اثر تذبذبات في اداء الاقتصاد المصري ابتدت البورصه المصريه يحصل لها ايه؟ تنتعش. لا تنخفض. لما ايه حصل هبوط في الاقتصاد المصري ابتدت البورصه المصريه تنخفض. صح. ابتدت القطاعات اللي فيها مشاكل يحصل فيها هبوط. دلوقتي في اصلاحات في قطاع الحليج اللي هو القطاع الحليج الخاص بحليج الاقطان، ابتدى القطاع ينتعش، البورصه ابتدت ترتفع في القطاع ده. معنى كده ان البورصه مرآه الاقتصاد. معنى كده لازم اقول ان لو ما اهتمناش بالبورصه بالعكس احنا هنبعت رساله سلبيه للمستثمر العربي والاجنبي اللي الاقتصاد بتاعنا ماله بينهار. يبقى احنا بالتالي عشان اقدر ارفع اقتصادنا لازم اعمل اهميه البورصه المصريه عن طريقها في تمويل، عن طريقه بقى بخلي شركات عندها مشاكل ماليه بتقدر تندفع مره اخرى وتحل هذه المشاكل. من ضمن الملفات الاقتصاديه اللي بتتم عاده، انت عارفه ان في 2015 كان في مشاريع زي مشروع محور قناه السويس وفي مشاريع اخرى للمدينه الجديده. احنا دلوقتي عندنا في 2016 باذن الله في مشاريع اخرى، المشاريع الاخرى دي خاصه بقطاع الحديد والصلب. يعني انت احنا عندنا مشاكل جدا في مشاكل مصانع الحديد والصلب، متهالكه، الالات واقفه. لا ابتدت في تصليحات من 2000 يعني اخر شهر 11 في 2015. يعني هيبدا المصانع تشتغل مره ثانيه. المصانع بتشتغل في اتفاقات مع روسيا لتمويل المصانع دي عشان اعاده هيكلتها مره اخرى. انت لما تدور المصانع هتحس ان المصري ان في انتعاش، هيبقى في ايدي عامله بتشتغل ويبقى في حركه انتاجيه. في ناس عفوا في ناس كتير بيسالوا هو ليه الجنيه بيقل امام الدولار؟
طب الاول يعني ايه عمله؟ العمله يعني ايه؟ العمله ما هي الا قيمه الانتاجيه للدوله، صح؟ صح. زمان في الخمسينات كانت قيمه الجنيه الواحد كان بيجيب 3 دولار. الجنيه كان بيجيب كان الانتاج في انتعاش في الوقت ده، كان في انتاج، كان عندنا بورصه القطن، معنى كده اللي احنا كنا منتعشين، كنا بنصدر قطن وبنصدر قطن وبنصنعه. دلوقتي احنا عندنا مشاكل في الزراعه، ما عندناش قطن، وبالتالي ما عندناش حليب. يبقى انا دلوقتي بدل ما ابتدي اهتم، ودي كمان قلناها في كذا مؤتمر، بدل ما اهتم ان انا اخد قروض من البنك البنك الدولي او من صندوق النقد الدولي او من اي دوله، بالعكس القروض دي بالعمله الاجنبيه، صح؟ صح. وفوائدها بالعمله الاجنبيه، وانا لو عندي مشاكل في الاقتصاد مش عارفه اسدد بالعمله الاجنبيه. اكيد طبعا. يبقى الصح ان انا اشوف موارد مصر ايه. مصر غنيه جدا بالموارد بتاعتها، ده اللي احنا بنشوفه وبنقوله من زمان جدا، ان احنا على الاقل يعني الاكتفاء الذاتي، يعني ما نستوردش يعني المأكولات والحاجات اللي احنا نقدر يعني نزرعها في مصر، اللي احنا مستهلكين وليس منتجين. مظبوط. دلوقتي اقول لك حاجه، عارفه لما تكوني انت عندك كل الموارد بس مش عارفه اعيد هيكلتها، احنا عايزين كده نوضب بيتنا اللي هو البيت المصري، نوضبه ونشوف ايه الموارد اللي مصر متميزه بيها. انت ممكن تصدري الموارد بتاعتك دي فتجيبي انت عمله صعبة. وغير كده انت ما تكوني اقتصادك قوي، يعني بلاش زمان كنا نقول لك ايه يعني العمله الصعبه، ليه صعبه؟ كلمه صعبه جايه ليه؟ ليه جت يعني العمله الصعبه ليه؟ يعني صعبه تملي صعبه ايه؟ الاول حاجه اللي انت ما بتيجي عايزاها بتبقى صعب الحصول عليها. قيمه العمله المصريه بتاعتك قليله جدا، والعمله الاجنبيه زي الدولار ب 7 جنيه 73. خدي بالك دي 7 جنيه 73 في الرسمي في البنك المركزي، لكن بره قربت من 9. دلوقتي احنا عندنا حاجه اسمها السوق الموازيه. يعني السوق الموازيه؟ السوق السوداء. دلوقتي حضرتك هتجيبي الات للمستشفى بتاعتك، ودلوقتي البنك بيقول لك ما بيطلعش غير مثلا بيطلع كام دلوقتي البنك للمستشفى؟ لا انت لو مصدره بحوالي 50,000 دولار. بس الاجراءات طويله، خلاص؟ فمن ضمن الاجراءات الطويله طبعا الالات هتقعد في المينا فتدفع لها ارضيه، وممكن توصل لمرحله اللي هي ايه اللي يحصل لها بعد الايه الدفوهات، فبتضطر تتجه للسوق السوداء عشان تاخدي فلوس اسرع. يبقى انت بالعكس، يبقى السياسات الموجوده بتخليكي انت اوتوماتيك بتتجه للسوق السوداء. يبقى انا هعمل ايه؟ واحد، شركات الصرافه ما بتعمل مشكله او بتبيع مثلا، يقول لك ايه تروح شركه الصرافه وتقول انا عايزه مثلا دولار، يقول لك مفيش. يجي واحد يقول لك ايه بس لو عايزاه انا ممكن اجيبه لك ب 8 جنيه 60. انا اعمل ايه؟ انا ابقى في رقابه بالبنك المركزي على شركات الصرافه، اللي يعمل مخالفه يتم تغريبه بنفس العمله اللي تم فيها المخالفه بتاعتها. انا عملت مخالفه بالدولار يبقى انا هدفع غرامه بالايه؟ بالدولار. عملت مخالفه بالجنيه الاسترليني، بالين الياباني، باي حاجه. اصبح دلوقتي شركات الصرافه شغاله، البنك المركزي شغال، شركات نفسها الصرافه مش بتعمل مخالفه. لان كل ما بتعمل مخالفه انا مش بقفلك، انا باخد منك غرامه. فاصبحت انا عامله عليك لود. يبقى انت مش هتعملي مخالفات. مش هتعمل مخالفات. يبقى انا ازاي ايه استفاد من الموجود في مصر؟ انا عندي في سينا موارد طبيعيه ملهاش حل، ازاي انا استخرجها من الارض واشغلها مره اخرى؟ مصر في سنه 60 كانت غنيه جدا جدا بصناعه الزجاج، لدرجه دلوقتي في فرنسا عاملين مسابقه اللي تم الالتحاق بيها، اللي عنده قدره يعمل فرن زجاج ويجي يعمل معرض هناك. فرنسا عايزه تاخد مننا الناس اللي هم الحرفه اليدويه، الحرفيين اللي كانوا بيعملوا. طب انا اما اخدهم انا واعمل وانمي، طب مش ممكن بالحرفه دي تجيب لك عمله صعبه؟ اكيد طبعا. مش دي اسلوب من اسلوب السياحه؟ صح. انت عارفه ان في مصر كانت مشكله من ضمن الاقتصاد كانت مشكلته في السياحه، لان ما حصل فيه مشكله ضرب طائره روسيا اثرت على السياحه شرم الشيخ. مظبوط. انا مش عايزين يبقى احنا رد فعل لاي حاجه. صح. انا عايزه يبقى احنا دوله قويه في انتاجها في كل شيء. طيب قولي لي حصاد 2015 ايه؟ يعني ايه اللي حصل في 2015 بقى يعني ايجابي؟ عايزين نطمن الساده المشاهدين ان احنا فعلا 2015 يعني كان فيها حاجات ايجابيه. بصي زي ما في سلبي في ايجابي. وخدي بالك احنا ليه بدينا بالسلبي؟ عشان انت ما تعرفي المشكله تقدري تحليها، احنا صح. لازم ندور على المشكله عشان نحلها، مش هنهرب منها، ليه دي بلدنا. خلاص. من ضمن الحاجات الايجابيه في 2015 هنبتدي بمشروع قناه السويس. من دي كانت حاجات ايجابيه. من ضمن الحاجات الايجابيه اللي حصلت في، انت عارفه الاقتصاد مرتبط بوزاره التموين، الاجراءات اللي حصلت في وزاره التموين اللي هي اللي كانت على نقاط العيش دي ساعدت جدا الفئه الفقيره جدا. ودي كانت حاجه ايجابيه الناس لمستها، ومهم قوي اما بتعملي حاجه الفقير هو اللي يلمسها. صح. عشان يحس بانتعاش. هو لما يحس ان هو مرتاح وان هو حاسس ان هو قادر ان هو يعني لقمه عيشه وقادر يجيبها هيحس ان هو مرتاح فعلا، ده بيأثر بقى على الدوله قراره. يعني عارفه باحساسك اللي انت البلد مهتمه بيه. برضو من ضمن الحاجات الايجابيه ان احنا عندنا لما الدولار ارتفع اصبحت البنك المركزي عمل سياسه وقف في المشكله دي،
عمل فيه ثبات في قيمه الدولار امام الجنيه بقى لنا فتره مثبتين، لان في فتره قعدنا من 8 كل يوم يطلع 20 قرش، فكان طبعا جاب كبير جدا. ابتدوا يبصوا للعجز في الموازنه، ازاي نسد العجز اللي في الموازنه، ودي حاجه ايجابيه. من ضمن الحاجات الايجابيه حطوا ملف للاقتصاد والمشاكل الاقتصاديه وهنبتدي نحلها واحده واحده. ابتدوا يبصوا للشباب، ان الشباب احنا عندنا طاقات كبيره جدا، ودليل على كده حضرتك تملي بتسمعي ان الشاب المصري ما بيخرج بره بيتفوق. صح مظبوط. ليه وليه هنا في مصر ما بتفوقش؟ علشان بيلاقي المساعده في الدول بس بره. كده ابتدينا نقلل من الاجراءات، يعني في احنا عندنا مخترعين حصلوا كتيره جدا في مصر في 2015 ابتدينا نهتم بيهم. من ضمن الملفات بقى الايجابيه اللي هيتم دراستها في 2016 ونامل ان هي تبقى كده ملف الصحه. لان خدي بالك انت بتتكلمي على الاقتصاد، انا اهم حاجه عندي ملف الصحه، لان لما تكوني انت بصحه يعني بدنيه قويه هتعرفي تنتجي وبالتالي الاقتصاد هينتعش. اكيد طبعا. فاحنا ملف واحد يعني صح. احنا مش منفصلين، كله مرتبط ببعض، مرتبطين. واهم حاجه الصحه. ابتدى في اعاده هيكله للمستشفيات، ابتدى في بعض الملفات هتتفتح للمحافظات البعيده للمستشفيات، بدل مثلا ما تضطر مثلا حد يجي لجراحه قلب الطفل في باسل فبوريش، ابتدت في المحافظات هيعملوا مستشفيات هناك. فكل الحاجات دي انت بتريح المواطن، المواطن لما يرتاح صحيا هينتج، وما ينتج هيجيب لك، هي هو اللي هيجيب لك العمله الصعبه. صح. وهو اللي هيرفع اقتصاد بلدك، وبالتالي هتبص في المرايه اللي هي البورصه هتلاقي البورصه المصريه حصل لها ايه؟ انتعاش. انتعاش. فدي من ضمن الحاجات الايجابيه اللي موجوده في ملف اللي هيبتدي في 2016، منها طبعا القوانين اللي هتسن كلها للشباب والاقتصاد. ومن ضمن الحاجه الايجابيه ان وزير الاستثمار اعلن ان في مستشارين ليه من الشباب. طب دي حاجه كويسه جدا، دي حاجه يعني إيجابية. ياخدوا باراء الشباب اكيد هيكون عندهم. بس انا بقى انا زمالي ايه، انا من النوع اللي حد شويه بقول لك ايه، يعني انت بتديني امال نفذي لي حتى جزء منها احس انا بطمئنه. صح. يعني انت ما تقولي في نمو 10%، انا كدكتور شفاء اقول لك طب اعملي لي نمو 5% بس احس ان في نمو، لان دي بلدي انا هقعد فيها ولازم اكبرها. صح. عشان كده ببتدي بالمشاكل، مش حاجه سوداويه، بالعكس ببتدي بالمشاكل عشان احط ايدي على المشكله واحلها. مظبوط. طب احنا معانا خبر من وزير الاسكان بيقول مليار جنيه لتطوير 3 مناطق عشوائيه بالقاهره، امتى فعلا هنحس ان العشوائيات هتنتهي وامتى مش هيبقى عندنا في مصر فعلا عشوائيات؟ بصي انا هقول لك حاجه، انا تملي بعتمد على النظر. خلاص. صح. يعني اعتمد على النظر، انا ما اكون في منطقه عشوائيه ما ناخد العربيه واروح اشوف المنطقه العشوائيه دي حصل فيها ايه، مش هستنى حد يقول لي انا عملنا وعملنا وعملنا. انت تعرف ان في ناس اللي هم كانوا عايشين في حته هضبه الجبل المقطم والكلام ده كله لحد الان قاعدين في مساكن اللواء والكلام ده كله، فدي بياثر على نفسيه الناس، الناس اللي عايشه في التراب. في فعلا ملف وزير الاسكان قال ان في مليار جنيه هيتم ضخه لاعاده هيكله المناطق العشوائيه. بس اقول لك حاجه، انا بقول ايه باذن الله، بس الاحسن بينها يعني باذن الله طبعا، يعني بعد كده الخطوه اللي بعديها اللي انا ابتدي يتم تصوير المشروع وهو بتم مراحله. عشان عارفه لو تم يعني على سنه انت تبقي مرتاحه، ما تروحيش يعني هيتم تطوير المناطق العشوائيه في اماكنها، يعني هيعملوا البيوت وهيعملوا السطح. هو في بعض قالوا بعض الاماكن هيتم هدمها وبنائها، بس اقول لك حاجه، هي المناطق العشوائيه كلها يعني ثلاث ارباعها محتاجه مش تطوير، هي محتاجه هدم طبعا. بس المشكله لما تيجي تهدمي، هل انت هتوفري مكان للناس دي عبارك ما تبني؟ يعني طيب دي ما قبلش مكان تاني وبعدين. أيوة. لما اخلص بناء اخدهم انقلهم وهد المكان ده. بس ما تتفاجئوش، هما بقى مشكله الناس ايه؟ يعني كذا برنامج مشكله الناس ايه؟ اللي انت حضرتك بعد ما بتبني بتقول لهم لا خده في اماكن تانيه، فانت ارتبطت بالمنطقه. لا هو الصح اللي انا اعدت بنائها وارجعهم مره اخرى زي ما حضرتك قلتي للمكان. بس يعني انا هوديهم الفتره دي فين؟ اي مكان، بس بعد ما يتم بناء المكان. اجيبهم مره تانية يقعدوا في مكان. لان حصلت مشكله قبل كده، تم البناء وهم رجعوا تاني. لا ما رجعوش، قالوا لهم لا خلاص انتوا استقروا في المكان اللي احنا دنقنا لكم، فطبعا زعل. فدي كانت مشكله جامده ان انت رحتي مكان اماكن بتكون غير صالحه تماما. غير كده انت ما تجيبليش عمارات من غير لا صرف صحي ولا ميه. يعني لك حاجه، تملي ابتدي من حاجه من ايتوزيت، يعني ايه؟ انا ببني منطقه، المنطقه دي عايزه ايه؟ محتاجه مستشفى، محتاجه مدرسه، محتاجه وسائل مواصلات، قبل ده كله، قبل ده كله ايه؟ لا لا ده قبل ده كله ايه؟ ايه؟ محتاجه صرف صحي وميه. ايوه طبعا. صح؟ ما تفوجيش ان انت بنيتي حاجه من غير صرف صحي والميه. صح. اللي بقى عليك حاجه، لازم يكون المشروع متكامل على الورق عشان يقدر تكمله بالتنفيذ. صح. مظبوط. ومهم جدا كمان ان احنا مش بعد ما نعمل المشروع نقول ده نسينا حاجه مهمه جدا في تخطيط المشروع، واحنا مشكلتنا ونرجع مره تانية ونبدا من الاول. وده نرجع لاول كلام مع بعض، اللي احنا بنقول احنا عندنا موارد بس ما عندناش قدره على
توزيعها صح. عندنا أكيد. البلان، ما عندناش الخطه. ان شاء الله هنشوف في 2016 اكيد هيكون في فكر متطور والدنيا اكيد هتتغير، بنتمنى طبعا كل الخير. لا هو باذن الله في فكر متطور وكل حاجه هتبقى متطوره في وهيبان في البورصه المصريه. تملي في فاز الكلمه دي، هي الاقتصاد هي البورصه المصريه. بص على كل اسبوع، كل اسبوع بنتكلم عن البورصه نحس في انتعاش في البورصه، نحس ان الاقتصاد بخير. دكتور صفاء فارس عضو اللجنه العلميه بالمجلس الاقتصادي الافريقي، نورتينا في نهارك سعيد. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا لحضرتك، صباح الخير. مشاهدينا خلصت فقرتنا، بس لسه مكملين معاكم. نهارك سعيد.